علاش هذا اعتراف خاص لبعض الاشخاص اللي حضروا كرة السلة، يعني شنو نقول لك على مدى 41 سنة ولا 50 سنة. كاين الحاج سقط، الحاج سقط هو اللي يعرفوه، اللي كان عطى في العصبة ديال سوسو الصحراء ومازال كيعطي. فتأسس العصبة ومع الإخوان كامل أنه يكون عنده واحد التكريم اليوم، اللي هو عبارة عن واحد التوفيق، واحد الشعار، واحد الشهادة سي الحاج أبو هادي. واحد الانسان تا هو اللي عطى على مدى سنين، اللي هو سي حسن صرافي، اللي ما كيعرفوش صفاني بحراره. هذا السيد هذا اش غنقول لك، حنا يعني الشباب ديالو في كره السله، في سبيل كره السله كان جا، وهو اللي كان مشرف في البدايه ديال دار الاطفال، اللي كان عطى معاهم الكثير والكثير. وبهذه المناسبه كنشكروه، وحنا راه ما نسينا، بغينا نقولوا ليه راه ما نسيناكش، باقي باقي بيناك وباقي بيناك تكون معانا. مقاربة النوع المناصفة هي كانت حاضرة في التكريم هذا. الأخت وجدان اللي عطات مع الفريق النسوي ديال دار الأطفال، ومن هاد الشباب الوطية، ومن هاد المنبر كنقول لها الله يشافيك والله يعافيك والله يكرمك الوالدة ديالك.